بتسأل سؤال حول مادة تضاف للأدوية، هل من الكحول المحرم أم لا، وهل يمكن استعمال الدواء الذي يحتوي على هذه المادة؟ يا أمة الله، لا علم لي بهذه المادة بخصوصها، لكن القاعدة إن كانت هذه المادة كحولية، ولعل هذا سؤالك، وكانت قليلة مستهلكة في الدواء ولا تؤثر على عقل متناول هذا الدواء ولو أكثر منها، فهي على أصل الحل، لا سيما مع تعذر وجود البدائل. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما يلي: المخدرات محرمة بإجماع المسلمين، ولا يجوز التداوي بها إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها وتحت الإشراف الكامل للطبيب الثقة، وذلك عند غلبة النفع تعاطيها على ضرره وعدم وجود بدائل لها. لا إله إلا الله. يبقى يؤكد يعني القرار على أن المادة الدواء الذي احتمل على نسبة من الكحول ولم تكن تؤثر على عقل متناولها ولو أكثر، فإن هذا لا يحرم هذا الدواء.